جرت منافسات النسخة الخامسة من السباق الذي أطلق عليه اسم أجنحة للحياة، وذلك بمشاركة أكثر من 100,000 من العدائين والعداءات من 200 موقع في 66 دولة حول العالم، حيث يخصص العائد من هذا السباق الخيري السنوي لدعم أبحاث إصابات النخاع الشوكي. ويختلف هذا السباق عن غيره من السباقات التي يتعين فيها على المشارك قطع مسافة محددة سلفا، ففي هذه المنافسة تنطلق سيارة بعد نصف ساعة من بدء السباق، ويتم إقصاء كل من تدرك السيارة ويفوز باللقب آخر امرأة ورجل تدرك السيارة. وحقق لقب الرجال السويدي أرون أندرسون الذي شارك على كرسي متحرك في مدينة سان رايس بالولايات المتحدة بعد أن قطع 89 كيلومترا. أما لقب السيدات ففازت به البرتغالية فيرا نونيز في مدينة ميونخ بألمانيا بعد أن صمدت أمام السيارة الملاحقة لمسافة 53.78 كيلومترا.